السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث ثانوي، أهلا وسهلا بيكم. يونت 5 إن شاء الله رب العالمين، بداية النهاية بتاعة الترم الأول. يونت 5 بسم الله. يونت 5 بيتكلم على حاجة اسمها The Future of Work، وزي ما تعودنا مع بعض إن إحنا أول حاجة بنعملها إن إحنا بنقرأ الكلمات والكلمة ومعناها والكلمة وعكسها وكل المشتقات اللي بتظهر لنا، وبعد كده نحل مجموعة أسئلة بسيطة، وإن شاء الله رب العالمين هتلاقي في الديسكريبشن مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، حاول قدر الإمكان إنك تحلها وتتواصل معايا أول بأول، وفي انتظارك إن شاء الله رب العالمين. يلا بينا نقرأ الكلمات، وحاول لو عندك حاجة تسجل بيها الكلمات سجل ورايا الصوت والأداء بتاع الكلمات. وليكن مثلا كولن وان ميوت عينك بقى على العربي معايا كده وفي الانجليش تمام. طبعا يكتم الصوت ميوت يفصل خالص. كاتش اب يواكب، كاتش اب ويز يواكب، والمفروض بيواكب هنا ان هو مثلا يحاول انه يلحق بحد او يتواصل معاه او يواصل مجموعه في المستوى. برين ستورم العصف الذهني على العربي بقى. هايلايت مايند ماب technical virtual download وعكسها طبعا upload forum اللي هو المنتدى. install look into switch off presentation plug in يوصل حاجه في حاجه. documents trend podcast البث الصوتي and podcast. okay join turn up وعكسها turn down. turn up هنا يعلي الصوت او يعلي درجه الحراره ماشي. turn down يوطي الصوت او يوطي درجه الحراره. session click decline مهم قوي الكلمه دي عشان بس حرف السي يا جماعه. حرف السي هنا بينطق ك بسمعها بشكل غريب تاني شويه كده. فقال لك كلمه decline ينهار يسقط في المستوى ينزل في ادائه اسمها decline. حرف السي بينطق سا اذا جاء وراه اي واي وواي، اما في باقي المراحل ينطق كا تمام. توبكس سلايدز فيديو كونفرنس مهم قوي. نحتاج كلمه فيديو كونفرنس اللي هو مؤتمر عبر الفيديو، انك تعمل مكالمه مع اصحابك شامله مجموعه من الافراد مع بعضهم في وقت واحد. تعال نشوف بقى مجموعه الكلمات الطويله قوي اللي هي على ايه ليسن 1 اند 2. اوكي احنا هنقرا كل الكلمات ان شاء الله رب العالمين ونبتدي نحل عليها على طول. يلا chat instant فوري او عاجل بتساوي urgent. create respond messaging communicate definitely motivated جاي من كلمه طبعا motivation اللي هي الدافعيه. fade up يذبل يعني pile up pale became pale ها pale. independently application apply for consequence interpersonal مهمة أو الكلمة ديت شخصي interpersonal. welfare race position memory IT support worker اللي هو عامل الدعم الفني. colon 2 في lesson 1 and 2 project document microphone screen sound efficient interviewer prediction personal available headphone level suited type rule colleague مش college colleague اللي هو الزميل link and so on. colon 3 environment IT information technology وطبعا الـ IT دي اختصار لكلمة I information و T technology. realize software internet connection employ مشتقاتها مهمة قوي. employee اللي هو الموظف و employer اللي هو صاحب العمل و employment اللي هو عملية التوظيف وطبعا عكسها unemployment اللي هي البطالة. employable قابل للتعيين والتوظيف. unemployed اللي هو عاطل. human contact online virgin tool apps اللي طبعا اختصار لكلمه application و logical منطقي و artificial intelligence اللي هو اختصارها AI artificial intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي. طبعا ده من المستحدثات التكنولوجيه اللي ابتدت تدخل عندنا التربيه والتعليم بشكل كبير جدا جدا جدا، ويا ريت كل واحد فيكم يحاول يتخصص في الشغل ده. point tab address background concentration grateful
option option revise revise yes unit unit suspect specific specific powerpoint powerpoint old fashioned human human beings human beings faithful faithful conference conference ولسه واخدينها حالا بكلمه اسمها video conference document image delay suit plus cards cards nouns combine combine clarify clerk unpleasant unpleasant or sad lodgings 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 adopt adopt handmade handmade grateful grateful artificial sorry difficulties difficulties and pale لسه واخدين حالا كلمه pale اللي هو شاحب اللون let's move to column 2 summarize summarize list arrow arrow certain certain certainly detail details icon icon اللي هي الايقونه او الرمز او الموجود phrase phrase عباره طبعا وهندرسها ان شاء الله في المنهج في الجرامر shocked video called stressed definitely blog post research positive mind IT support, ID support, distraction, half brother, reality, reality, identify, identify, replace, replace, risk, risk, officer, officer, fiancé, 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 revenge, revenge, inherit, inherit, yes, share, share, ahead of, and footsteps, guests, footsteps and guests. Now last column آخر column معي إن شاء الله كلمات مهمة جدا والمفروض ده طبعا قلت لكم تحفظوها بشكل كلمات يعني اقرأ كتير قوي اقرأ الجمل مرة واثنين وعشرة حاول قدر إمكانك تقرأ الكلمة نفسها حاول تحفظها بطريقة الصوتيات مش عايزة spelling بقى وكده okay technique technique guess attach to clip essential essential mark reduce tend solutions classmate show results stressful social media conclude discover wonder explanation clarification summary separate sitting sign sign share screen jealous jealousy اللي هي الغيره get engaged get engaged grumpy grumpy good natured good natured good natured their relative relative engage and trust طيب دي كانت الكلمات بتاعت listen 1 و 2 و 3 و 4 مع بعضهم ندخل بقى على حاجة اسمها definition وزي ما قلت لكم ان اهم حاجة عندي واهم نقطة هي using this definition استخدام الديفينيشنز ديت في عملية الحل okay let's do that document what's a document كلمة document طبعا بمعنى وثيقة و documentary program اللي هو برنامج وثائقي زي مثلا عندنا كلمة document دلوقتي a piece of paper هي عبارة عن ورقة that has official information فيها معلومات رسمية يبقى دي اسمها وثيقة زي ال ID ال ID اللي هي identification card اللي بيسموها بطاقة الشخصية بتاعتك بتبقى وثيقة رسمية mute قلنا ميوت ديت يعني يكتم الصوت يفصله خالص أي يكتم الصوت قال لك to make sound of something انك تعمل صوت لشيء quieter تخليه أهدى قوي or make it disappear ودي أهم نقطة انك تخلي الصوت disappear completely يختلف تماما slides slides الشرائح الناس اللي بتحب تعمل powerpoint بيعملوا حاجة اسمها شرائح قال لك a piece of film هي جزء من فيلم معروض in a frame داخل إطار that you shine a light بتلقي الضوء عليه through show picture بخلال عرض الصور on a screen كل الناس اللي عندها presentations اللي هي عروض تقديمية بيعملوا حاجة اسمها slides شرائح وطبعا لو انت دارس كويس الجزء ده هتعرف يعني سلايد لوحده كلمة virtual اللي هو افتراضي يعني not factual مش حقيقي مش رسمي فقال لك ان كلمة virtual made on internet انه يتعمل على الانترنت or a computer يعني انت عايز تعمل اجتماع مع اصدقائك اللي موجودين في كل انحاء العالم فبتعملوا حاجة اسمها virtual meeting rather than in the real world بعيدا عن العالم الحقيقي كلمة virtual افتراضي افتراضي في كل شيء software software طبعا دي عكس كلمة hardware software اللي هي البرمجيات the sets مجموعة أو بروجرام من البرامج that tell a computer how to particular job إزاي يعمل ها particular job وظيفة معينة يبقى السوفتوير اللي هي البرمجيات البرمجية اللي عندي بتحاول قدر إمكان إنها بتساعدني في إن أنا أشتغل حاجة أو أعمل شيء yes share
شير هنا بمعنى يشارك. To give someone what you have, إنك تدي حد اللي معاك. Or somebody else, أو أي شخص آخر. وفي لغة الكمبيوتر طبعا عارفينها اسمها share screen. Share screen. أنا دلوقتي معايا شاشة وبشيرها معاك عشان تشوف الوضع اللي عندي والكلمات اللي عندي. يبقى ده اسمه شير سكرين، وده ان شاء الله رب العالمين هنتعامل معاه مع الفتره الجايه باذن الله مع الملفات اللي هتبقى اونلاين ان شاء الله رب العالمين. ها اي تي سبورت، الاي تي انفورميشن تكنولوجي، والسبورت اللي هو الدعم، فصاروا مسمينها دعم تكنولوجيا المعلومات، مش فاهم يعني ايه. قال لك تكنيكال هيلب، هي مساعده فنيه. ذات الكومباني جيفز، ان الشركه بتديها لك تو كاستمرز، للزباين، ليوزنج الانترنت، باستخدام الانترنت. يبقى الاي تي انفورميشن تكنولوجي. هايلايت، هايلايت اللي هو الشيء البارز في حياه الانسان، يعني مثلا وات از ذا هايلايت اوف يور كارير، احسن حاجه في مهنتك ايه؟ قال له وين اي ميت ذا مينستر، لما قابلت الوزير. طيب تو ميك بروبلم اور ا سبجكت ايزي، انك تخلي مشكله او موضوع سهل قوي نوتس ملحوظ، تو ذا بيبل باي اتنشن تو ات، والناس تخلي بالها جدا جدا منه. يبقى انت بتعمل حاجه noticeable، والمقصود بالnoticeable هنا ملحوظة قوي للجميع. ليه to make part of a text with a special colored pen. يعني مثلا اللون الاصفر الموجود على كلمة special color ده، انا بعمل له هنا عملية اسمها ايه؟ highlight. حتى القلم اللي هو الالوان الفسفوري اللي انتوا بتستخدموه في المذاكرة ده اسمه highlighter. okay. join، join يعني يلحق بيه. join to become a member of a meeting، انك تكون جزء من اجتماع or an organization او مؤسسة ومنظم، يبقى دي اسمها join. انا عايز التحق مثلا بنادي الاهلي، okay join it، نادي الزمالك join it. catch up with بمعنى يواكب، catch up with بمعنى يواكب. to reach the same standard، انك توصل لنفس المستوى او level to other person، لشخص اخر. قلت لك catch up with لها معنيين اثنين. catch up with لو انا في حد بيجري قدامي وانا بحاول اعمل مجهود زياده عشان اوصل له، او ان في بعض من زملائي بيكون عندهم المستوى عالي جدا، فانا I tried hard or do my best to catch up with them، عشان الحق بيهم او اتواصل معهم. تيجي اسئله كتير قوي. respond يستجيب، والاسم منها response اللي هو الاستجابه. to do say or write something as a reply or a reaction، رد فعل ليك، رد استجابه، يبقى ده respond. it's your respond. when someone say a joke and you laugh، when you love this is your response، لما بتضحك على نكته معينه يبقى ده الريسبونس بتاعك اللي هو الرد او الاستجابه. ويلفير اوفيسر، ويلفير اوفيسر اللي هو موظف رعايه الشباب. كلمه ويلفير لوحدها يعني رعايه، واوفيسر يعني ضابط. a person who is in a position، في وضع او في مكانه، ويضع authority وفي سلطه، in large organization في المنظمات الكبرى، يبقى ده شخص له مكانه او سلطه، عشان كده سموه الفير اوفيسر. Artificial intelligence. Artificial intelligence باختصار لـ AI. The study of how to make computers do intelligent things that people can do, such as think and make decisions. عجباني قوي من حتة make decision، يعني صانع القرارات. الـ Artificial intelligence عاد بيشتغل في كل مجالات الحياة دلوقتي. حاولوا قدر الإمكان وأنت بتفكر دلوقتي في مستقبلك يا بتاع ثانوية عامة، فكر في حاجة واحدة بس، إيه الحاجة اللي هشتغل بيها واللي العصر ماشي عليه. AI Information Technology and Artificial Intelligence هو ده المستقبل. سيبك من الورقة والقلم بقى دلوقتي، احنا قعدنا شغالين على حاجة اسمها عصر البرمجة، والبرمجة ابتدت تلعب على AI بكل أنواعه وبكل مميزاته. Highlights لسه واخدينها حالا، اللي هي يبرز الشيء. The most important, interesting, enjoyable، الشيء الأهم، المثير، الممتع. Of something لشيء ما، such as holiday زي أجازة عملتها، زي performance أداء عملته، زي sports اللي هي رياضة أنت قمت بها أو competition في مسابقة. interpersonal، interpersonal اللي هو الشخص، أصلا person يعني شخص و interpersonal يعني شخصي. عايز يقول لك إن في علاقات شخصية داخلية. قال لك communicating، sorry connecting with، متصل بـ relations، العلاقات between people، بين الناس. عشان كده في حاجة اسمها interpersonal اللي هو التواصل الشخصي. كلمة person يعني شخص، و personal يعني شخصي. trend، كلمة trend اللي هي طبعا trend a general tendency، ميول عام. in which situation is changing or developing، اللي فيه الموقف بيتغير او بيتطور. install بمعنى يثبت. to add new software، انك تضيف برمجية جديدة للكمبيوتر. خلاص يا جماعة انا عارف ان كلمة install بتساوي كلمة اسمها setup، وكلمة سيت اب انت دايما تقولها كشباب كده يسطب نسخة، سيت اب يسطبها.
technique, a particular way, طريقة مميزة of doing something لأداء شيء ما, in which, واللي فيها you have to learn a special skill, بتتعلم مهارة جديدة. يبقى ده التكنيك اللي هو الأسلوب اللي هو style, طريقة. mind map, mind map اللي هي الخريطة الذهنية. a diagram used, رسمة بتستخدم to represent words, ideas, tasks, عشان مثلا تقدم كلمات, أفكار, مهارات, or other items, أو أنماط أخرى. يعني مثلا أنا عندي حرف الام كده, فبقول لك اعمل لي عليه mind map. اوكي, هعمل لك mind map, أشكال مختلفة, دايجرام مرسوم, وقال لك في كل دايرة دول نحط منها حرف مثلا لكلمة معينة تبدأ بحرف الام. ده مثال بسيط. فورم, كلمة فورم اللي هو المنتدى, an organization or a meeting, وساعات بيكون افتراضي, etc, where people have a chance, حيث يكون للناس الفرصة, publicity discuss, publicly discuss, بيناقشوا بوجه عام an important subject, موضوعا هام. look into, يتحرى, يدقق, يحقق فيه. وقال لك to try to find out, انك تحاول تكتشف, discover the truth, حقيقة, about a problem, عن مشكلة ما, او تكتشف حقيقة جريمة, crime, to solve it, عشان توصل للحل. يبقى كلمة look into ممكن اعادلها بكلمة search, do search into. switch off, واكيد عكسها switch on. switch off يطفي, وswitch on يشغل. to turn off a machine, انك تشغل آلة, light, ضوء, radio, using switch, باستخدام المفتاح. يبقى switch اللي هو المفتاح, اما switch on يشغل, switch off يطفي, وفي حاجة اسمها turn on, وفي حاجة اسمها turn off. يبقى switch on بتساوي turn on, وswitch off بتساوي turn off, وفي حاجة بقى اهم قوي اسمها turn up and turn down, ده هنشوفها في الجرامر ان شاء الله رب العالمين. خلاص خلصنا كده من switch off اللي معناها يطفي, وعكسها اكيد switch on يشغل الشيء. switch on, switch off, turn on, turn off. جميل خالص, دخلنا فاضل اتنين في المصطلحات بس اللي هو turn down و turn up. خلاص بقى انك تخلي الآلة بتاعتك او الفرن او الراديو produce less, يقلل, يبقى turn down. يا جماعة خلصت الكلام, انا عايز اشغل حاجة يبقى switch on او turn on. طب عايز اطفي الحاجة switch off و turn off. طب انا عايز اوطي وعلي, قال لك turn up يعلي و turn down يوطي. بس خلصت الليل على كده. الاكسبريشنز بقى بتاعتنا مهمة, او التعبيرات برضو. a virtual meeting اللي هو الاجتماع الافتراضي. اجتماع افتراضي يعني بقول لك ما هوش حقيقي, يعني بيبقى انت واصحابك متجمعين عبر الانترنت مثلا. by accident بالصدفة, اللي بتساوي كلمة اسمها by chance. by chance يعني بالصدفة. fewer emails, fewer emails, ايميلات قليلة. agree with, agree with artificial intelligence, ال AI مهمة قوي. human beings, الكائنات البشرية. positive وعكسها negative. positive consequences, positive consequences اللي هي النتائج الإيجابية. a job application اللي هي وظيفة, تقدم لوظيفة. make a list, make a list يعمل قائمة. make a list, قال لك make ولا do, make a list. on a mind map, on a mind map. concentrate on, concentrate on, وجاي منها كلمة concentration اللي هو عملية التركيز. make changes, click on the link, click on the link in advance for your help. ودائما عشان وانا بقرا لك الكلام ده ما تحس بامسك ورقه وقلم واشتغل معايا. يعني دلوقتي انت اول حاجه انك تروح فاتح الديسكريبشن اللي موجود تحت وتطلع منه الملفات دي وتقرا معايا. لازم تقرا, قرايتك معايا بتوسع المدارك معاك وتخليك تحفظ الكلمه وانت شغال. internet connection, internet connection, stay in touch with, personal problems, make decision, حلوه قوي make decisions. make decision او take decision. make a decision, I'm a decision maker. take a decision, I'm a decision taker. make or have a choice, make a choice, have a choice, يختار. take control of, take control of يعني يتحكم في الحاجة دي. مهمة قوي مصطلحات يا جماعة دي. interpersonal skills اللي هي المهارات الشخصية. يبقى interpersonal مهارات متداخلة شخصية, وskills اللي هي المهارة. a student welfare officer, مسؤول رعاية التلاميذ. student welfare officer. deal with, deal with, instead of, instead of. colored pens اللي هي الأقلام الملونة. تمام؟ on a card, on a card, on a card. tend to use, tend to, يميل إلى. powerpoint slides, هي ده اللي متكلم عليها اللي هي شرائح الباوربوينت. تلاك presentation بيبقى عبارة عن شرائح, دي اسمها slides. take break, take break يعني ياخد راحة أو يستريح. تمام, نكمل مشوارنا في الديفينيشنز.
No, structure. Grateful for your friends helpful. دي معناها انك شاكر لي. كلمة grateful ممتنة او شاكر. Tips or pieces of advice. Switch on, switch off. كلمنا عنها كتير. Work in pairs, do sessions, do a session. يعمل جلسة. المقصود بالجلسة ايه؟ اما بدي اذاكر مثلا بذاكر ساعة يبقى دي اسمها session. 45 دقيقة بدي اسمها session. بلعب مباراة مدتها 40 دقيقة بدي session. يبقى الجلسة الواحدة اللي اسمها session. هات التصوير جلسات session. Turn off, turn up يعلي طبعا يرفع صوت. In different ways or colors. Plug in at the start of. Look into possibilities. Mute the microphone by accident وقلنا عليها by chance. Creative, imaginative. Turn on, turn off. Make up the way. Look into. At least lose the race. Ask for help. Suit to role. Sure. خلي بالك من كلمة suit to role دي. يعني يتناسب مع الدور. Suit to the role of كذا. Share with. يشارك. Apply for. يتقدم لي. ويراها اسم. أما apply to. يتقدم بطلب ويحتاج فعل في المصدر أحيانا. Derivatives. المشتقات. مشتقات اليونت جميلة برضو وسهلة. يعني لو بصينا على كلمة interview. Interview يقابل او مقابلة على فكرة اسم وفعل. Interviewer صاحب المقابلة اللي هو بيجري المقابلة. Interviewee اللي هو الشخص الضيف اللي بيجيلي. Interviewable يعني ممكن اعمل معاه مقابلة يعني شخص ثالث. Create ده فيرب بمعنى يخلق. Creation اللي هو الخلق. Creator اللي هو الخالق او المبدع. وكلمة creative دي صفة بمعنى مبدع او خالق. معلومات دي يعتبر بالنسبة لكم قديمة. سوت يناسب وسوت مناسب. وسيتابلتي اللي هي مناسبة أو الصلاحية. سيتابل دي الصفة منها. Connect connection. Connect يوصل وconnection التواصل أو الصلة أو الرابط. وconnected this صفة بمعنى متصل. طبعا virtuality اللي هي الاحتمالية أو الافتراضية. Virtual افتراضي ودي الصفة منها أيضاً فمش منها فعل. Decide فعل بمعنى يقرر. الاسم منها decision اللي هو القرار. Decisive اللي هو شخص حاسم في قراراته. ها. Support يدعم. وsupporter اللي هو الدعم. وsupport كمان دعم ويدعم. يعني خلي بالكم كلمة support اسمه فعل. Supportable قابل للدعم. Mute يكتم الصوت. ها. Mute يخرس أو أبكم اللي هي أخرس أو أكتم. وكلمة أبكم sorry. وكلمة mute اللي هي صامت. Predict فعل بمعنى يتنبأ. والاسم منها prediction اللي هو التنبؤ. وكلمة predictable يمكن التنبؤ به. Attach ده فعل بمعنى يرفق أو يربط. وattachment اللي هو المرفق. وattached معناها مرفق أو ملصق أو متعلق به. Highlight قلنا لسه من شوية اللي هو الشيء البارز في حياة إنسان. Highlight يبقى اسمه فعل. وكلمة highlighted مهم أو بارد. So very important. Consider يعتبر. Consideration اللي هو الاعتبار. Considerable مناسب. آخر حاجة عندنا شوك يصدم. والصدمة برضو اسمها شوك. وكلمة شوك ده اللي هو مصدوم. طيب. Antonyms الكلمة وعكسها. Word and antonym. كلمة install يركب وعكسها طبعا uninstall. Okay. يبقى install. ها. Uninstall اللي هي بتساوي كلمة remove يزيل الشيء. يبقى الكلمة عكسها قدام. Turn up أكيد عكسها إيه. Turn down من غير ما نفكر. On the right على اليمين عكسها on the left على اليسار. ها. Virtual افتراضي عكسها fictional. ها. Rational. Support طبعا هو المفروض عكسها factual. Fact. Support ده فعل بمعنى يدعم أو الدعم. وكلمة disapproval اللي هو عدم الاستحسان أو المواجبة أو الدعم للآخرين. عدم الدعم. Link صلة ورابط. وكلمة separation اللي هو الانفصال. Old fashioned fashionable. Old fashioned fashionable. Join unlink. Highlight background play down. ها. Mute ده يعني يفصل. ها. تسوي chat يتكلم. Talk loud اللي هو الصوت العالي. Loud صوت عالي. Loudly بصوت ايه عالي. Concentrate يركز. ها.
ها عكسها ديستراكت يشتت، ارتفيشال صناعي وعكسها ناتشرال طبيعي، افيلابل ها متاح وعكسها انافيلابل، واخيرا سبورت اوبوز واتاتش ديتاتش. حلو قوي اتاتش اند ديتاتش، وكلمه باي اكسيدنت اللي هي بالصدفه، اما كلمه ديليبريتلي اور ان بيربس اللي هي عمدا مع سبق الاسراء. طيب جميل جدا، ندخل على حاجه اسمها السينونيم، الكلمه ومعناها. The word and the synonym. Install بمعنى يثبت، قلنا كلمة position or put. كلمة position وضع ومكانه ويضع في مكانه، و put يعني يضع. Virtual افتراضي، وعكسها كلمة practical أو factual، ودي الكلمة اللي أنا محتاجها أو factual. Happen تسوي كلمة اسمها take place and occur. Support اللي هو الدعم، بتسوي help، بتسوي aid، بتسوي assist. أما mute silent or wordless. Attach يرفق، بتساوي كلمة fix. Fasten join، هنحتاج join كتير قوي. Link connection and join also. Connection اللي هو الاتصال. Technique اللي هو التقنية أو الطريقة أو الأسلوب. تسوي system أو method. Employee اللي هو الموظف، بتسوي كلمة اسمها worker and laborer. Intelligence اللي هو الذكاء. Understanding and intellect. Yes. Respond answer and reply. Consequence result and outcome. By accident equal to by chance. وزي ما اتعودت انا وانتم، مفيش حاجه اسمها حفظ كلمات بس. انا بقول لك اقرا الكلمات كويس قوي 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 على قد ما تقدر. اقراها بطريقه الفوناتكس، يعني انطقها حلو قوي. طول ما نطقتها كويس اكيد اكيد ان شاء الله رب العالمين هتحفظها بسهوله. دايما لما تيجي تحفظ اعمل اللي بقول لك عليه. الكلمات دي شيء مهم قوي، يعني بدونها بصراحه ما اقدرش احل اي حاجه. لو انا مش فاهم معنى السؤال عمري ما هوصل للاجابه. اعمل ايه؟ انا دلوقتي مديك مجموعه كلمات كتيره قوي واعمل لك الكلمه ومعناها بالعربي. المطلوب من حضرتك انك تجيب ورقه كده وتخبي العربي، خبي العربي بس على قد ما تقدر كده، واقرا الانجليش. مجرد انك لو قريت الانجليش وعرفت تترجمها انت حفظتها، وده يا من ما يبقاش بالنسبه لنا اي مشكله. كل ما هخبي الكلمات كل ما اقدر بعد كده احفظها بطريقه واحده بس، اللي هي طريقه how to read it correctly. ودلوقتي هنبتدي مرحلة حل الأسئلة بعد ما انتهينا من أهم نقطة وهي حفظ الكلمات. ندخل بقى دلوقتي مع بعض على مرحلة حل الأسئلة، يلا بينا كده وركز معايا واحدة واحدة. بسم الله. Question number one. Choose the correct answer to complete the sentence. اختر الإجابة الصحيحة لإكمال الجملة. Number one. You can join the space meeting by clicking on link. تقدر تدخل على الاجتماع الايه بالضغط على اللينك. ها يو فولس فيرتشوال اوف لاين فاكتشوال. مجرد ان انا بضغط على اللينك، بضغط على اللينك بيحصل لي حاجه ان انا بياخدني على الاجتماع اللي انا هدخل فيه. طب ادام اجتماع باستخدام الانترنت يبقى اكيد هيبقى اجتماع فيرتشوال اللي هو افتراضي، فخدنا كلمه فيرتشوال. لان فولس بمعنى زائف ما تنفعش طبعا معانا. كلمه اوف لاين بدون انترنت طبعا ده ما ينفعش. فاكتشوال حقيقي وواقعي، وهو عكس كلمه فيرتشوال اللي هو الافتراضي. Question number 2. I had to space my mobile during the meeting so no one would hear it. انا عملت ايه في الاجتماع؟ ها عملت ايه في التليفون بتاعي اثناء الاجتماع عشان ما حدش يسمعه؟ طبعا مش هطفيه خالص. ها هعمل له حاجه اسمها ميوت. ميوت بمعنى يوطي الصوت او يكتمه. ميت يقابل مستحيل. تيرن اون يشغله ما هو شغال اصلا. تيرن اوف يطفيه خالص. ازاي ده انت بتقول مش عايز حد يسمعه؟ يبقى انا دلوقتي هشغله عادي لكن هعمل له حاجه اسمها ميوت اللي انت بتقول عليها يا حبيبي سايلنت. اوكي هري 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 اب اف يو بليز. يس. Question number 3. The internet space is quite strong. حاجة كده على الانترنت بتكون قوية قوي. So you can do all your online tasks. تقدر تعمل المهام بتاعتك. تبقى فرحان قوي لما تلاقي الانترنت بتاعك سريع وتقدر تعمل المهام بتاعتك بسهولة. فقال لك استخدم internet linking ولا internet connection ولا joining ولا separation. معروفة طبعا بالنسبة لنا اللي اسمها internet connection. internet connection يبقى كلمة connection اللي هو الوصلة أو الاتصال. internet connection. Number 4. I usually turn my computer when I leave the office. بعمل ايه في الكمبيوتر بتاعي لما اسيب المكتب؟ ها هقول turn on اشغله؟ مستحيل. turn off الله ما هي تنفع؟ لا احنا عندنا turn on و turn off،
ودايما بقولها دي اسمها اوف وهي دي الاجابه الصح. اما دي اسمها اوف اوف ولا تاتي مع تيرن يبقى تيرن اوف. وطبعا ايه ما تنفعش. حروف الجر مهمه جدا في المرحله الثانويه، بتحاول ترفع من شانك لو انت حافظها كويس قوي وتمكنك من كل حاجه. ناخد السؤال ده الاول كده نحله شفوي سريع. If you neglect your work، لو انت تجاهلت الشغل بتاعك، it will be difficult to catch. ما هي catch up ولا catch up with؟ catch up with لابد ان ياتي بعدها حاجه. catch up with your work، catch up with your friends. اما كلمه catch up ديت فعل بمعنى يواكب ولا تتبع بالمفعول. في عندنا افعال متعديه وافعال لازمه. catch up ده فعل لازم، اما catch up with ده فعل لازم، فعل متعدي. تمام. question number 6، زين بس مجموعه اسئله بسيطه وهبعت لكم على الديسكريبشن كل الاسئله اللي انتم محتاجينها ان شاء الله رب العالمين. اوكي. The young man was arrested. الرجل الشاب الصغير قبض عليه. After the police discovered، بعد ما الشرطة اكتشفت، that he had been in fight. Engaged, enjoyed, enlarged, entered. نترجم الجملة تاني. الشاب الصغير ده was arrested، قبض عليه. After the police discovered، بعد ما الشرطة اكتشفت، that he had been in، ان هو كان في a fight. Engaged، ملتحق بـ enjoyed، استمتع، enlarged، كبر، entered، دخل، وما يجيش وراه حرف الجر. اذا فما عادش عندي غير كلمه engage، وengage هنا تعادل كلمه joined. joined يعني دخل فيه. number 7، I am proud of my contribution، انا فخور قوي باسهاماتي او مساهمتي. to the team success، في نجاح الفريق. they all did their of the work، كلهم عملوا ايه؟ طيب انا فرحان ان انا شاركت في فريق، في نجاح فريق. they all did their، كلهم عملوا ايه؟ ها، share ولا effort ولا taking place ولا training؟ اكيد كلهم عملوا مجهود. مجهود بقى يعني ايه؟ share نصيبه يشارك، effort مجهود، ها، taking place ولا training تدريب. طبعا ما ينفعش غير كلمه effort. question number 8، The businessman bought 100، رجل الأعمال اشترى 100 إيه؟ of Toyota company at the market price. اشترى إيه؟ 100 share، 100 حصة أو نصيب، ها، 100 goods، 100 applicants، 100 employees of Toyota company at the market price، بسعر السوق. ها، the businessman bought، اشترى shares، أنصبة، goods، بضائع، applicants، متقدمين الوظيفة، employees، موظفين. فاضل عندي كلمتين، shares نصيب ولا goods بضائع. لو انا بقول لك ان رجل الاعمال ده اشترى 100 ايه of Toyota company، من شركة تويوتا، at the market price، بسعر السوق، طبعا هيشتري من عندهم ايه؟ goods اللي هي بضائع. he is a space، a creative، creator، invent، created، teacher. طبعا انا هوصف المدرس بانه ها مبدع. مبدع يعني ايه؟ created ابدع، invent يخترع، creator الخالق سبحانه وتعالى، ما تنفعش معانا. ها creative teacher، وصف الكرييتيف بانه teacher، ما ينفعش اقول عليه creator او اللي عليه creative. ايش عرفك؟ قال لك he present lessons، بيقدم الدروس بتاعته in wonderful ها activities. number 10، the company was، الشركه كانت، created، creator، creation، creating، 25 years ago. يبقى الشركه ديت was، ها ها، عايز اقول created. was، كلمه was created هنا معناها ايه؟ دي معناها انها اسست. was found، 20 was founded 25 years ago. it has established، وقد اسست itself a good position، وعملت نفسها مكانه كبيره among the great companies، بين الشركات العظمى. My father asked a technician، بابا طلب من واحد من الفنيين، to space our new washing machine، هيثبت الآلة بتاعتنا. يعني يثبت، save يحفظها، keep يحافظ على، repair يصلحها، تصدقوا ممكن، بس هي new washing machine،
آلة جديدة هيصلحها زي بهنا يعمل لها عملية تركيب اللي اسمها install. Question number 12. Please could you ممكن تعمل ايه the music الموسيقى while I make a call وانا بتكلم في التليفون I can't hear well انا مش قادر اسمع فتعمل ايه في الموسيقى هتوطيها يوطيها يعني ايه could you mute تطفيها خالص no turn up يعليها switch on يشغل ها turn on يشغل انا عملت كل الاجابات خطأ يبقى انا مضطر ارجع واقول ان كلمة mute اللي هي يوطي الصوت انك تخليه واطي او disappear فانا مضطر اقول كلمة ميوت وطبعا هنا بتسوي كلمة اسمها turn down فالمفروض ان الاربع اجابات ما يكونوش صح لكن لما جينا نبص على الجملة هنقول لك ايه ميوت افصل الصوت بتاع الموسيقى شوية وانا بتكلم في التليفون حلو قوي السؤال ده جميل ها question number 13 حاولوا تحلوا قبل مني على قد ما تقدروا طبعا دي اخر مجموعة اسئلة ان شاء الله النهاردة يلا 13 bugs windows software settings مهم قوي ها is the program هي البرامج that run on a computer and perform certain function حاجة بتشغل الكمبيوتر بتاعه وتعمل شوية function وظائف لغوية ليه او وظائف طبعا معروف كده خالص صريحة انها البرمجيات bugs no ها software ولا windows no window no software اللي هي البرمجيات settings طبعا اللي هي الاعدادات number 14 the famous writer الكاتب الشهير shared ولا clicked ولا blocked ولا sent his story with the press most people admired it طبعا عايز اقول شارك قصته مع الناس يشارك يعني ها shared 15 and last question of the day an efficient space should be promoted لازم يترقى to motivate them achieve more success عشان يعملوا نجاح اكتر unemployment employer employee مين اللي should be promoted مين اللي هيترقى اكيد الامبلويي اللي هو الموظف وطبعا عندي كلمه employee يوظف وكلمه employer اللي هو صاحب العمل وكلمه employee اللي هو الموظف وكلمه employment اللي هي عمليه التوظيف وعكسها unemployment اللي هي البطاله كده احنا خلصنا كلمات يونت 5 وحلينا عليها مجموعه قليله قوي 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 من الاسئله عندك ان شاء الله في الديسكريبشن مجموعه ضخمه جدا متعلقه بالكلمات ارجوك حل وحاول تتواصل معايا منصتنا دايما معاك ودايما وراك في كل مكان ان شاء الله رب العالمين to be the top follow the top see you